عرف عام 1904 مولد الفنان السوريالي الإسباني الشهير بأطواله الغريبة وأعماله ذائعة الصيت، إنه سلفادور دالي. وقد شهدت قاعة المعارض بكلية المعمار سنان للآداب والفنون الجميلة معرضاً للوحات هذا الرسام المبدع. يمكن تصنيف الرسام الكتالوني سلفادور دالي من بين أهم فناني ورسامي القرن العشرين، فهو أحد مؤسسي المدرسة السوريالية. تتميز أعماله الفنية بكونها تجمع بين الغرابة من حيث الموضوع والتشكيل وكذلك العرض. يتميز هذا الرسام بكونه يجمع كذلك في لوحاته بين الغرابة والجنون والعبقرية. نشأ سلفادور دالي في أسرة ثرية. لقد اعتمد دالي على استخدام أسلوب خاص به في إخراج رموزه في أعماله، وهو الأسلوب الذي كان يسميه فوتوغرافيا يدي سلفادور دالي. هذا الأسلوب الذي كان يعمد فيه إلى تغيير طبيعة الأشياء. لقد تعرفت من خلال الرسم على أن أشكال الناس فيها تخبئ تفاصيل مهمة عن مظاهر وأفكار الحياة للناس وللرسامين على حد سواء، وما تحتويه الرسومات هي انعكاس للحالة الذهنية وتصورات الرسام. كان دالي يتصور عالم الأحلام الذي تكون فيه الأجسام الشائعة مشوهة ومصففة أو مغيرة بطريقة غريبة، ويصور دالي هذه الأجسام بدقة وبتفصيل واقعي، ويضعهم عادة في مناظر الطبيعة المضاءة بنور الشمس والتي كانت تذكره بوطنه كاتالونيا. لم يقتصر معجب سلفادور دالي على فئة الكبار، بل نجد صغار السن أيضا. أنا معجب جدا في المعرض، والفنان يترك أثرا كبيرا. لقد بدأ حياته في مثل عمري في 9، وأنا وهو نتقاسم حب الرسم، لذلك أذهب إلى كل معرض يقيمه. ولعرض الصور من عقله اللاشعوري، بدأ دالي بإقناع الحالة الهلوسية في نفسه بواسطة عملية سماها النقد المذعور. وحالما قام دالي بهذه الطريقة بلور فيها أسلوب رسمه بسرعة استثنائية. ومن سنة 1929 إلى غاية 1937 أنتج اللوحات التي جعلته أحد أشهر الفنانين العالميين السورياليين. توفي الرسام سلفادور دالي سنة 1989 تاركا وراءه إرثا ضخما من الأعمال الفنية، ولعل لوحة إصدار الذاكرة التي أنجزها سنة 1931 هي أشهر لوحاته، والتي تصور عددا من الساعات المتعرجة الدائبة والتي تستقر في منظر طبيعي هادئ. كانت معكم رشيد الفطموي لبرنامج الألوان السبعة، قناة التركية إسطنبول.